نارينا اف ام بلنتي. ايها السيدات والسادة، نارينا اف ام سيزن 10. جيبوا اللي بعده. الله يخليك يا ولد يا ولد يا ولد. هل هذه بلنتي؟ هي دي الكورة اللي احنا نلعب فيها. يا نهار ابيض. وما تعيط. مساكم الله بالخير وحياكم الله في برنامج بلنتي في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت الكويت ولمدة ساعة نتحدث فيها عن كرة القدم. في كرة القدم هناك مفاهيم كثيرة راح نتكلم فيها. أحد هذه المفاهيم مفهوم الروتيشن، هو التدوير، وهذا التدوير راح يكون أيضا في برنامج بلنتي. أنا اليوم راح أقدم لكم هذا البرنامج بدال مايك مبلتع، راح أكون معاكم عادل المشري، وأيضا معاي محللين جدد، محللين مميزين. أقدم لكم أخوي العزيز عبد العزيز الكوت، مدرب وطني. مساك الله بالخير سعيد. أمسي عليك وأمسي أسادة المستمعين إن شاء الله، ونقول بداية جديدة وياك عادل. اليوم أنت ما أدري أنا مرتبك وأنت يمي الوضع غير، ويانا مالك طبعا يعني، ونعم في الصديق ونعم الأخ ويانا، وراح نستفيد منه أكيد. مسعيد شرح لنا مبدأ التدوير في كرة القدم، شنو فائدته؟ بالضغوط خاصة اليوم، الحين أفضل وقت تتكلم عن الروتيشن الحين، خاصة بالبوكس دايز. وقاعد نسمع اليوم شفنا تصريح وشفنا تصريح غوارديولا بالضغوط اللي اليوم يعيشونها في البطولات، في الأيام اللي خلينا نقول تلعب كل مباراتين ثلاث أيام مباراتين، الضغوط اللي تصير عالية على اللاعب، اللاعب يعاني دائما بدنيا، فلذلك هو أفضل وقت للروتيشن إن اليوم يكون عندك تقريبا خلينا نقول صفين أو صف ونص ممكن دائما، علشان تحافظ على مستوى أساس، تحافظ فيه على المستوى، خاصة على المستوى من ناحية الإصابات يعني. وفي بلنتي إحنا قاعد نستخدم أعلى وأحدث المفاهيم في عملية التدوير وغيرها من العمليات اللي راح نستمر فيها على أعلى مستوى. ومعانا أيضا محلل البرنامج الكابتن مالك عدنان، مساك الله بالخير. مساك الله بالنور، هلا كابتن عادل، يعطيك العافية، أشكرك على المقدمة الحلوة هذه. طبعا مثل ما ذكرت التدوير أكيد شفت التدوير امس مباراه ليفربول، يعني احنا منظون ليفربولي دائما ففعلا ان شاء الله يعني تكون اضافه كبيره، وطبعا مع عز الكوت بيكون خوش كمستري، يعني بنصير ثنائيه قويه سواريز وستوريج. طيب طيب خلونا الحين عادل وش من سواريز ومن ستوريج ما ادري والله هو عنده، انا اشوف ان سواريز هني عندنا برا الاستديو. سواريز موجود موجود، وهازارد وهازارد موجود بس ممتاز بس باقي نروح على الدوري الفرنسي ويعطينا دي جي. ها الدوري الاسباني، الدوري الاسباني لان رحنا على ميسي الدوري الاسباني يلا على طول مع ميسي، اي يلا نروح على الدوري الاسباني. لا ليغا بونات تارديه. الدوري الاسباني تنفذ الركله الركنيه لمصلحه الفريق الاندلسي ممتاز. الله، وانا لدينا ركله ركنيه منقوله كره راسيه. الله 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 يا ولد يا ولد يا يا على كريم بنزيما. ايه ده، ايه الروعه وايه الجمال ده. الثاني 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 الثاني، كريم بنزيما، كريم بنزيما يسجل الثاني، كريم بنزيما يسجل الهدف الثاني. فرنسا في دوري الامم الاوروبيه، هو تقليص الفارق، هو تقليص الفارق. ايه المتعه دي بلنتي. وصل الستار على اخر جولات الدوري الاسباني قبل التوقف لفتره اعياد الميلاد، وكانت الفرصه مواتيه امام ريال مدريد لتعزيز صدارته لسلم الترتيب وتتويج نفسه بطلا لمرحلة الذهاب بعد انتصار صعب على أتلتيكو بلباو في ملعب بلباو الصعب، فيما سقط أشبيليا 2-1 الوصيف على ملعبه بفخ التعادل مع برشلونة 1-1. وصفرت بقية نتائج الجولة على النحو التالي، يلت تعرضوا لنا نتائج. أيوة النتائج، أتلتيكو بلباو خسران من ريال مدريد 2-1، أشبيليا 1-1 مع برشلونة، غرناطة وأتلتيكو مدريد بمباراة ونتيجة مفاجئة خسر أتلتيكو مدريد من غرناطة 2-1. ننتقل لبعدها، فيا ريال ينتصر 5-2 على ألافيس، فالنسيا ينتصر 4-3 على ليفانتي. وننتقل لكم يا جماعة، شلون شفتوا نتائج هذه الجولة؟
اليوم لما نشوف النتائج أول شيء ريال، الريال هو الأبرز في الدوري الأسباني بفارق كبير أمانة في هذا الموسم، وهذا هو اللي خلينا نقول مضعف السنة الدوري الأسباني مبكر، أن الفارق كبير قاعد يصير والجاب كل ما قاعد يكبر بين ريال وبين بقية المنافسين. وعن استحقاق كل أمانة ريال هو الوحيد اللي بالمنافسين اللي حوالينا مستقرين باستثناء أتلتيكو اللي يعني غريب وضعه في هذا الموسم بعد ما توقعنا لأنه يكون في موسم يعني مميز له، خاصة باستقطاب اليوم أكثر من لاعب، استقرار سيميوني مع الفريق، فتوقعنا أنه يأخذ خطوة خاصة يعني عودة غريزمان للفريق، ولكن ما شاهدنا هالشيء هذا. على العكس أتلتيكو قاعد يعاني، وعلى ما يبدو أن أيام أتلتيكو وسيميوني أعتقد يعني تشوفون أن هذا المستوى يعكس واقع مستويات الفرق في الدوري بكل تأكيد. أنا بكل تأكيد أنا اليوم تكلمت أكثر من مرة وقلت أن حاليا الجاب والفارق في الأندية الإسبانية والإيطالية عن الأندية الإنجليزية بدأ يصير واضح بشكل يعني علني. شنو يعود للموضوع هذا؟ شوف يعني في خلل إداري كان واضح يعني في الأندية الإسبانية، ونشوف إحنا آخر السنوات شلون الأندية قامت تعاني ماديا، خصوصا يعني مع فترة كورونا ازدادت المشاكل المالية اللي موجودة. لما نتكلم مثلا عن بعض المشاكل اللي صارت، مشكلة كورونا وعدم تصرف الأندية بالشكل السليم، أول شيء هم رفضوا يعني اقتراحات الليغا بانقاذهم، من بعده وافقوا على الشيء هذا، دليل على الإلحاح اللي موجود. شنو اللي الحاجة الملحة؟ شنو اللي رفضوا؟ رفضوا السي في سي اللي كان مقترح من الدوري الأسباني وبعدين اقبلوا فيه. هم في البداية يعني كانوا راضين هالشيء هذا، لكن مع مرور الوقت شنو كان راح يستفيدون منه؟ هم كانوا يستفيدون منه على الأقل إنقاذ بفترة كورونا، ومن بعد يتم تطوير الأندية. لكن حاليا يعني شفنا الأندية شلون وافقت بعد ما كانوا راضين، أجبرت على الموافقة. يعني برشلونة أجبر، يعني هم ما أجبروا إلا يعني بعض بالمشاكل المالية، فهو كان يعني حل مؤقت، حل مؤقت يعني بالنسبة. ما تشوف أنه حق مشروع لبرشلونة إنه أو ريال مدريد أنهم يفكرون بدخل أعلى وأكبر كونهم هم الأكثر جماهيرية؟ بكل تأكيد عادل، أنا ويمكن مو ملم وايد من الناحية الاقتصادية، لكن اليوم لما أشوف برشلونة بالوضع اللي عاني فيه على مستوى السنوات الأخيرة، طبعا إذا ما نبي نتكلم من ناحية إدارية والرئيس السابق شلون دمر أو أنهى برشلونة بصفقات يعني أكثر ما نقدر نقول عنها أنها مستحيل تحدث حتى في أنديتنا العربية صراحة. اللي سواه برشلونة في السنوات الست السبع الأخيرة صفقات بدون أي دراسة، صفقات عشوائية، رواتب سلم رواتب عالي جدا وعقود طويلة. يعني اليوم اللي برشلونة يمكن أم تيتي كم سنة صار له يا برشلونة؟ أنا أتفق معك ملاحية مني. أنت اليوم لما توقع لاعب كبير مثل غريزمان وتعطيه راتب 35 مليون، تعرف شنو راتب 35 مليون؟ يعني 800 ألف بالأسبوع، يعني هو ثالث لاعب بعد ميسي وكريستيانو يستلم أعلى من نجوم الدوري الإنجليزي، وهو مو أفضل من اللاعبين الموجودين ولاعب كبير، فهو ما كان قاعد يفكر فشل الصفقة كان متوقع. يعني اللي أي واحد يتابع برشلونة يعرف أنه ما راكب في التشكيلة، مو راكب. إذا تشوف برشلونة يقدر عنده فرصة يتأهل من الأربعة الكبار، يتأهل تشامبيونز ليج السنة الجاية ولا؟ أشوف أنه يعني الفجوة ما بين الأندية الكبار في الدوري الإسباني تعطي برشلونة مجال أنه هو يتأهل للدوري الأبطال في الموسم القادم. ليش؟ لأن احنا نشوف مثلا حقوق النقل ما توزع بالتساوي في الدوري الإسباني عكس الدوري الإنجليزي. الدوري الإنجليزي نشوف حقوق النقل يعني توزع بالتساوي، فبالتالي تشوف الفرص متساوية. تشوف مثلا نادي وستهم من ممكن ينافس الأندية الكبيرة في الدوري الإنجليزي، تشوف أن الأندية الصغيرة ممكن يعثرون الأندية الكبيرة. بس المدريدية يقول لك احنا أكثر فريق جماهيرية وأكثر فريق نستقطب مشاهدات من العالم، فأنا بياخذ أكثر ريع. شوف أنا بعطيك مثال في الدوري الإنجليزي، يعني هم موزعين حقوق النقل بالتساوي، لكن الأندية الكبيرة والأندية الجماهيرية، نتكلم عن ليفربول، نتكلم عن مانشستر سيتي، ما يعتمدون بشكل كبير على حقوق النقل. هم يعني إيراداتهم أكثر من 60% ما تكون من حقوق النقل، بينما الأندية الصغيرة نفس بيرلي معتمدين يعني 80% وأكثر على حقوق النقل. في المقابل الدوري الإسباني هم أصلا ما عندهم تسويق، ما عندهم مثل رعايات ودعايات، فبالتالي هو محتاج إلى حقوق النقل، وهالشيء هذا مأثر عليهم سلبيا. إن الفجوة كبيرة، مهما طاح مستوى برشلونة وريال مدريد نجتهم ضمن التوب فور، فهذا يعني اللي صاير مؤخرا مشاكل في الليغا. طيب شلون شفته مستوى ريال مدريد بالفترة الماضية؟ طبعا في استقرار كبير في ريال مدريد، يمكن 15 مباراة هم ما خسروا،
فقط تعادلين والبقية انتصارات. كذلك تحسن مستوى مدريد الدفاعي في بداية الموسم. البعض تحدث عن وجود مشاكل دفاعية في نادي ريال مدريد، لكن يعني في المباراة الأخيرة مدريد ممتاز هجوميا وكذلك ممتاز دفاعيا. هو أنهى النص الأول حاليا من الدوري الأسباني يعني كمتصدر، كأكثر فريق استقرار، كأكثر فريق مسجل أهداف في الليغا، وكذلك يعني من ناحية استقبال الأهداف هو ثاني أفضل فريق، وأعتقد يعني بسبب المشاكل اللي صارت بداية الموسم. لكن حاليا ريال مدريد مستقر يعني على جميع المراكز صراحة. نشوف مثلا ثنائية فينيسيوس وبنزيمة، فينيسيوس وبنزيمة مقدمين مستوى جبار لريال مدريد هذا الموسم، وهم أحد أسباب صدارة ريال مدريد في الليغا. مثلا إذا احنا بنتكلم يعني عن أرقام بنزيمة، بنزيمة وصل إلى 299 هدف في هذا الموسم، وقرب أن يدخل قائمة 300 اللي هي تحتوي على أساطير ريال مدريد، على رأسهم كريستيانو رونالدو اللي هو متصدر القائمة، ومن بعد راؤول، ومن بعد راؤول ديستيفانو. فأعتقد يعني إن احنا كان عندنا بنزيمة مو طبيعي. كان عندنا ترتيب الدوري، ولكن قبل يعني حتى الأسبوع الجاي راح نتكلم بشكل كبير، نخصص حلقة خاصة في الدوري الأسباني. ولكن ترتيب الدوري مثل ما نشوف بالشاشة، ريال مدريد بالصدارة 46 نقطة، أشبيلية بفارق 8 نقاط المركز الثاني 38 نقطة، ريال بيتيس 33 نقطة، فاليكانو رايو فاليكانو 30 نقطة، أتلتيكو مدريد 29 نقطة، ريال سوسيداد بالمركز السادس 29 نقطة، برشلونة بالمركز السابع 28 نقطة، فالنسيا أيضا 28 نقطة، فيا ريال بالتاسع 25 نقطة، أتلتيكو بلباو العاشر. هذه لفرق القسم الأول مثل نقول العشر الأوائل، أتلتيكو بلباو 24 نقطة. بالعودة إلى مباراة القمة، مباراة ريال مدريد وأتلتيكو بلباو، شفنا مستوى كبير لبنزيمة، شفنا أن بنزيمة يصنع الفارق، شفنا بنزيمة يسجل هدفين ويستمر يثبت أنه هو أحد أفضل اللاعبين في تاريخ ريال مدريد، سواء الحديث أو حتى تاريخه بشكل عام. شلون شفت أداء بنزيمة بشكل عام؟ يعني عادل، يمكن الناس باعتقادها أن بنزيمة هو حاليا يمر بأفضل مستوياته، وممكن في اتفاق مع الناس لأن الناس تشوفه تسجل، ولكن باعتقادي الشخصي أن بنزيمة من أكثر لاعبين العالم ثباتا في المستوى. بنزيمة ممكن من 10 سنوات أنا دائما أشوفه يطلع في مستوى يعني السعيد. هذا تقول أنه رد على المنتقدين اللي دائما كانوا يعني بفترات سابقة 3-4 سنوات قبل لا يطلع كريستيانو رونالدو، كان دائما الانتقاد يكون موجه لبنزيمة. بالضبط، ولكن بنزيمة من اللاعبين اللي مجهوده من أجل الفريق، هو لا يبحث يعني كريستيانو رونالدو أو ميسي أو في بعض اللاعبين نيمار، في بعض الأحيان مبابي، في بعض الأحيان تشعر أن لاعب يلعب أيضا لنفسه، يفكر بنفسه، بس ما تلوم الجمهور إنه يقول إنه هو ما كان يضيع فرص كثيرة. يعني ممكن مشاري، بس أنت اليوم وضعيتك في الوضعية اللي أنت تحصلها في المرمى مو هي أفضل وضعية لك، وأنت تعلم هذا الشيء. بنزيمة اليوم لما يبدأ يسخر المكان رقم 9، المكان اللي أسهل مكان للاعب إنه يسجل فيه، لما هو يطلع نفسه من هالمكان فيحصل وضعيات صعبة. فاليوم أنت كلاعب اليوم حتى الريتنج مال بنزيمة في السابق، اليوم لو ترجع قبل 4 أو 5 سنوات تشوف في مواقع الإحصاء أن حصول بنزيمة على فرص خطرة في المباراة تعادل تقريبا 2 أعتقد أو 3. حاليا لو تشوف بنزيمة في معدل حصوله على الفرص الخطرة في المباراة من 6 إلى 7، ببساطة لأنه في نهاية السلم الهجومي على عكس السابق أنه هو كان فيه. فهذه تضحية من اللاعب. اليوم ما في لاعب بسهولة يتخلى عن هذا الشيء. ما في بس لاعب. أنت شلون تشوف أن اليوم يعني في جماهير كثيرة تشوف أن بنزيمة يستحق الانتقاد لأنه هو كان يعني تسنح له كثير من الفرص وما يسجل، وفرص محققة وفي مباريات كان يحتاجون يسجل وهو ما يسجل. أعتقد الناس وايد رابطين موضوع تألق بنزيمة بالأهداف. هو مو موضوع أهداف، هو مو تشيل بنزيمة وتحط مهاجم قادر مهاجم يخلص تسعة. الفرص هو مهاجم 9، لكن الأدوار اللي موجودة عليه في أرضية الملعب، نتكلم مثلا عن فترة كريستيانو، شلون كان يخلق الفرص لكريستيانو، شلون كان يفتح له المساحات يعطيه فرصة انه يسجل. كريستيانو مثلا احنا نسمع كلام يقولون والله كريستيانو يسجل اهداف سهلة، ايه ما اهداف سهلة، هي تحركات، منو ما يعرف ان كريستيانو خطير امام المرمى، لكن شو اللي يوصل كريستيانو المرمى، شو اللي يخلي كريستيانو عنده المساحة انه يسجل؟ وجود بنزيمة. احنا المشكلة ان الناس وايد رابطين موضوع تألق اللاعب
بالأهداف. اليوم كرة القدم الحديثة أنت محتاج إلى مهاجم قادر إنه يربط الخطوط، محتاج إلى مهاجم قادر إنه يفتح المساحات، إنه يكون لاعب محطة. ترى ممكن يكون موضوع المساحات هذا يعني أثار جدل في وسائل التواصل الاجتماعي، كثير من الناس ما تعترف بهذا الموضوع ويقول لك إن يعني اللاعب المهاجم أنا أنتظر منه أهداف قبل لا أنتظر منه يفرغ مساحات أو يصنع أو يسجل أو يخلق فرص. خلونا قبل لا نكمل في بنزيمة ناخذ اتصال مع هيثم. ألو مساك الله بالخير. السلام عليكم عادل. السلام عليكم ورحمة الله. هلا فيك. هلا أخوي هيثم. شلونك عادل؟ بخير اشتقنا لك. طيب ان شاء الله. طيب. الله يحفظك عادل. الله يحفظك عليك وعلى ضيوفك الجدد ان شاء الله بخير وبسعاده وبهجه عادل. امين الجميع. الله يحفظكم عادل. ممكن سؤال خارج النص اليوم؟ ممكن اكيد، انت مرحب فيك دائما. اي الله يخليك عادل. اريد يوضح لي الاخ عبد العزيز الكتواني، معجب به حقيقه لان اشوفه وياك بالاستوديو التحليلي بقناه السادسه. يوضح لي شنو الاخفاق اللي كرره السيد مضوي، وهذا الاخفاق ما كان أن ممكن ان يعمل عمليه تدوير اثناء المباراه. شكرا لك وشكرا على العبد العزيز. شكرا جزيلا لكم عادل. شكرا لك عادل. صديق البرنامج هيثم معروف من الأصدقاء البرنامج الدائمين، واللي لابد أن نجاوب على أسئلته بعجالة، جاوب على سؤاله لأن إحنا حلقتنا أوروبية اليوم. يعني هو كان يتكلم على السيد مضوي وهو أحد المدربين خلينا نقول الكبار اللي موجودين في الدوري الكويتي، وبكل تأكيد إحنا لما ننتقد فكرة، ننتقد شيء إحنا شفناه كان ممكن يتحقق. اليوم أنا باعتقادي الشخصي باختصار إذا بتكلم فيها، في النهائي اليوم أنت لما تكون خسران ولما تكون في أمس الحاجة للعودة للمباراة تحتاج إلى أهم اللاعبين الفنيين. فاليوم مستحيل تشوف أي نادي، كمثال بسيط بي اس جي خسران أو هذا ممكن يطلع ميسي أو يطلع بابي كمثال. بس سواها حتى في سواها بوتشيتينو وطلع ميسي في مباراة، سواها وبعدها طلع وقال إن أنا لأن ميسي شفته يحط إيده على يعني عطاها عذر نوعا ما. فأنت اليوم حتى إحنا كنا منتظرين، أنا كنت بصراحة متوقع إنه ممكن عيد مصاب أو ممكن بدر طلب الإصابة، لكن بعدها اتضح لا إنه هو عنده فكرة معينة. فلذلك أنا يعني شخصيا أتكلم بقناعة شخصية إن اليوم أنت لما تكون في خسران مباراة لو اللاعب اللي أمامك في أسوأ حال يجب إنه ما يطلع. نشفنا ريدك، اشرب ماي على ما ناخذ فاصل ونرجع معاكم. Ace Hardware now in Boulevard. Ace Hardware الآن في البوليفارد. مستمرين معكم في برنامج بلنتي من المارينا اف ام، واذكر في ارقام التلفون الاتصال للمشاركه في البرنامج ونقاش المحللين المميزين اللي معانا، الرقم 22-20-90-4. اعيد 22-20-90-4. انتهينا يعني اليوم احنا تكلمنا عن ريال مدريد بشكل عام، خلينا نتكلم عن تركيبه وسط الملعب. احنا نتكلم عن مودريتش وكاسيميرو غايبين، شلون تشوفون ان ريال مدريد اقنع بدون هؤلاء اللاعبين خصوصا بدون مودريتش؟ طبعا شلوت الموسم هذا يعني اعتقد كل لاعب استخدمه ظهر بشكل ممتاز، نتكلم عن كامافينجا، نتكلم مثلا عن فالفيردي. الاضافات هذه عرف انشيلوتي انه يدخلهم في التشكيله، نتكلم عن يعني حسن توظيف الفينيسيوس، تحس ان كل لاعب في ريال مدريد متوظف بالشكل الصح، تشوف ان ريال مدريد مغاير الموسم الماضي مع ان الاضافات ما كانت كبيره. بس المشكله الحين الناس قاعد تتكلم عن مؤشرات لما بعد فتره مودريتش وكروس، بالذات مودريتش لان مودريتش هو الاكبر عمرا ودائما هو اللي يعتمد على الحركه بشكل كبير في وسط الملعب. يعني كروس هو من اللاعبين اللي يلعب من الثبات أكثر، فممكن يعمر بشكل أكبر. اليوم هل هذه مؤشر كافي على مرحلة ما بعد مودريتش؟ يعني إيه، هي مبدئياً إحنا لما نشوف ريال مدريد شلون في تدرج بإضافة اللاعبين منهم فالفيردي ومنهم كافينجا، أعتقد إن في تخطيط، في حسن تخطيط إن اليوم ريال مدريد في مرحلة ممكن يمر مرحلة انتقالية ويعديها بسلام. ليش؟ لأن إحنا قاعد نشوف اللاعبين والغيابات اللي قاعد يصير ريال مدريد، ريال مدريد ماشي بالشكل الصحيح، فبالتالي الموضوع مخطط له. عكس نادي برشلونة على سبيل المثال، نادي برشلونة ما كان مخطط لمرحلة ما بعد نيستا، ما بعد تشافي، ما بعد ميسي.
هي كانت مرحلة عشوائية، مرحلة يعني ان انا والله اقط فلوس وخلاص. لا، ريال مدريد في تخطيط واضح، في نهج، في نهج ومدرب، في نهج واضح، اختيار مدرب جيد فعلا. وهذا اعتقد ان الموضوع يعني راح يكون بشكل ممتاز. بالضبط. عودة هازارد كابتن عبد العزيز للمشاركة مع ريال مدريد، هل اضافت بعد فني مختلف؟ هل لعبه على الجناح الايمن يوائم خصائصه؟ بكل تأكيد إضافة هازارد للمجموعة هو إضافة فنية، سواء راح تنجح وما راح تنجح هي راح تعمل اللي يبيه أنشيلوتي. بس ما تشوف أنه على اليمين؟ أنا ما أتفق، أنا ما أحب أشوف هازارد على اليمين، ولكن هل أنشيلوتي قادر أنه يخرج أفضل ما في هازارد على اليمين؟ ممكن، ممكن في بعض الأفكار اللي عند أنشيلوتي يبي يستخدمها مع هازارد، وخاصة أنه شفناه يدخل أكثر إلى العمق، فممكن أن الفكرة أني أنا شلون لا أنا أشوف أنه خلاص فترة هازارد بالنسبة لي أنا أشوف هازارد في مراحل الأخيرة، أو صعب جدا انه يعود هازارد اللي كنا ننتظره. اعتقد ولكن تألق فينيسيوس في الآونة الأخيرة يعني أجبر أنشيلوتي انه يحط هازارد على جهة اليمين، لان اليوم فينيسيوس على الأداء الخارق هذا بالضبط مساهمته في تألق مدريد ماسك مكانه، ما اعتقد انه صعب يقطع. ولكن اهم نقطة ذكرها مالك وهو التخطيط اللي دائما موجود في مدريد، سواء ينجح او يفشل ولكن هناك خطة وهناك عمل وهناك حتى بلان بي وبلان سي. فلذلك ريال مدريد النادي الوحيد في العالم اللي في اخر خلينا نقول 20 30 سنة هو موجود في القمة، اذا مو بالمركز الاول هو بالثاني، اذا مو بالثاني هو بالثالث، هو موجود تشعر دائما انه صعب، نادي صعب. حتى في عز برشلونة ريال مدريد كان ينافس، كان يحقق دوري أبطال، كان يحقق كؤوس، كان يحقق دوري. فحتى في أفضل فترات برشلونة بعكس ما يحدث الآن، لما شفنا مدريد يعود تشوف برشلونة مو موجود، قاعد يجامل مدريد وقاعد يحاول شو اسمه يلطف العلاقة بينه وبينهم. أنا أقول لك هازارد يطلع ولا ما يطلع؟ يطلع من مدريد؟ أي أحسن له ولا ما أحسن له يطلع؟ يعني يعتمد من هنا لنهايه الموسم، يعني طالما ان اللاعب حاليا اللاعب له جيم جيمين يلا اجابه دبلوماسيه. ما انا اقول لك بالنسبه لي احسن له، دهم قاعد ياخذ هالراتب هذا ما راح يعلم فيه باي مكان يعني يقعد ولا يطلع؟ بالنسبه لي هازارد المفروض يقعد، بالنسبه لي مدريد لو انا بمدريد افضل انه يطلع. انزين هازارد تطلع ولا تقعد؟ هازارد تقعد لان اول يوم لنا ويمكن بعدين افكر. اعتقد يعني يحبون هازارد. لازم يعني الاجابه تكون فيها يعني بعد فني وتكتيكي ولا ترى تخسر مكانك. طيب خلونا نريح مع بلنتيات ونرجع لكم. بلنتي. حقق بنزيما مهاجم ريال مدريد رقما مميزا خلال الانتصار على أتلتيك بلباو، وبحسب شبكة أوبتا للإحصائيات فقد سجل بنزيما هدفين في أول 7 دقائق في مباراة بالليغا لأول مرة منذ سبتمبر 94، حين أحرز إيفان زامورانو ثنائية للملكي في أول 4 دقائق خلال مواجهة إشبيليا في معقل الأندلسيين رامون سانشيز بسخوان. حقق الألماني توني كروس لاعب خط وسط ريال مدريد رقماً مميزاً خلال الانتصار بنتيجة 2-2 في مواجهة أتلتيك بلباو. فمنذ توقيعه مع الريال موسم 2014-2015 فإن كروس صنع 77 هدفاً في مختلف المسابقات، أكثر من أي لاعب آخر في صفوف ريال مدريد خلال الفترة نفسها. ويأتي كريم بنزيما خلف كروس إذ صنع 76 هدفاً. بلنتي. جولة الأمس شهدت سقوطاً جديداً لأتلتيكو مدريد، وهذه المرة أمام غرناطة. فريق سيميوني يعاني هالموسم، ما الذي حصل للأتلتي يا عزيز؟ أنا صراحة يعني منصدم جداً من سيميوني، إن شلون قادر بهذا السيستم. كل موسم كنت أقول هذه نهاية سيميوني، لأن السيستم والطريقة اللي هي يلعب فيها متعبة جداً. يعني تشعر سيميوني في كل مباراة يعني يقدر يعرف يجدد اللاعبين بطريقة غريبة وعجيبة، إنه شلون يطلع ما في اللاعب مالك كل مباراة يخليه مقاتل. كل بس أنت أول موسم توقعت إنه يأخذون الدوري دفاعي، توقعت عشان لأن سيميوني ينني في آخر 10 مواسم كل موسم أقول عنده القدرة إنه يشحن الفريق، إنه يشحن الفريق بطريقة. وأنا مو مقتنع، أنا كل ما أشوف أتلتيكو أقول هذا الفريق صعب يقدر يكمل، لأنه يفوز 1-0، يفوز 2-1، يفوز بآخر دقيقة. الموسم اللي طاف آخر الدوري كانوا ملوك الدقائق الأخيرة في الدقائق، لو في إحصائية ما عندي إحصائية، لو في إحصائية بالدقائق الأخيرة وكل مباراة كنت أقول بس ما راح يقدر يكمل. في الدقيقة 93 يسجل، في الدقيقة 91 يسجل، في الدقيقة 89 يسجل، في الدقيقة 90 يعني كان غريب صراحة. سيميوني هالسنة غير جلده، يعني ياب عناصر هجومية وهذه العناصر هذا يعني اللي ضيع سيميوني. يعني ما أدري هل سيميوني ما يملك ما يقدمه لأتلتيكو مدريد؟
بصراحة أنا أتفق مع الكوت، يعني أنا كل سنة أقول إنه راح ينتهي، لكن الموسم أعتقد إنه راح ينتهي فعلا، لأن عنده عناصر مميزة، عنده عناصر هجومية ممكن يخلق منها منظومة قوية، لكن كم عنصر يعني ظهر بشكل أسوأ ما هو عليه. يعني لما رد غريزمان، هل هو غريزمان الأولي؟ ما هو غريزمان الأولي. أنزين نتكلم مثلا عن سواريز كبير في العمر، يعني اسم كبير لكنه كبير في العمر حاليا وما يقدر يعطي مثل أول. جواو فيليكس وقعوا معاه ب 100 مليون، شنو العطاء اللي كان موجود على ضية الملعب؟ ليمار كان مرتبط في ليفربول، واعتقد انه كان لاعب يعني يمتلك مخ نظيف ولاعب كورية. ممتاز، لكن يعني ظهر بشكل سيء مع اتلتيكو. ديباول شرى صفقه مميزه، ديباول كوريا لاعب عادل. يعني باختصار لما حين صج، لما تفكر بالاسامي اللي عنده بهذا الفريق بهذه الاسامي، ما ينفع تلعب بستايل سيميوني. صعب جدا انك اليوم تبي تقنع ميسي وسواريز ومبابي ونيمار وكريستيانو، تعالوا ابيكم 90 دقيقه تدافعون ونلعب على المرتده، وكلهم يلعبون بداء اسوء من ادائهم الفعلي. بالضبط، لان انا كلاعب مو مقتنع اليوم اني ارجع كل هجمه 70 متر 80 متر. صعب، نفس ما قاعد نتكلم في بعض الاحيان عن كريستيانو، في زاويه ثانيه اليوم. انا دائما نقول اذا كان عندك حدود في عمق التشكيلة، أسهل المدرب اختيار التشكيلة الأساسية، لكن عادل. كل ما تزيد التشكيلة وتكبر الأوبشنز، ويكون في وفي أوبشن وتقدر تلعب أكثر من فكرة، يبدي المدرب يفكر خارج البوكس ويبدي يتردد ويبدي يغير، وهذه التغييرات تأثر على هويته اللي نجح فيها في السابق. هذا اللي غرق سولشاير عادل، هذا اللي غرق سولشاير، اللي كانوا في الموسم السابق يقولون إنه أفضل مدرب وأفضل مدرب وجمهور مانشستر اقتنع فيه، هالموسم غرق مع كريستيانو رونالدو، لانه فعلا صار عنده ابعاد لازم يلعبها مع كريستيانو. كان في كثير مرشحين يعني التحقيق البطوله. بتكلم بنقطه سريعه عن سيميوني، ايه؟ هذا اعتقد رابع خساره على التوالي في الدوري، ويعني ابيك تلاحظ شغله في اتلتيكو مدريد، اذا تاخروا بالنتيجه ابيك تشوف رده فعل الفريق، تحس انه ما عندهم هجمات منظمه، تحس انه خلاص كره طويله وكرة يعني كره طويله ولعب عشوائي، تحس الهويه الفنيه يعني اختلت وما هي مثل السابق. يعني طيب، شوف في دوري الابطال هالموسم، طيب شوف عشان الوقت ما يروح ونعطي جمهور برشلونه حقهم، نروح حق برشلونه نقول ان البرشا لا زال في مرحله تاقلم مع تشافي، ولا زالت نتائجه غير مستقره، ولكن في يوم اخر كان جمهور البرشا يتوقع خسارة الفريق أمام إشبيلية. هل على جمهور برشلونة أن يكون راضياً على التعادل ويقتنع أن فريقه لم يعد فريق التيكي تاكا؟ عادل جداً استمتعت في برشلونة من زمان ما قلت، من باختصار من خروج الريكي، من قدوم فالفيردي لغاية الموسم السابق أو لغاية هالموسم هذا، ما استمتعت في برشلونة. كنت أستمتع في ميسي، كنت أستمتع في لعبات معينة، في مجهود فردي سواريز في بعض الأحيان، نيمار غيره، لكن في برشلونة كمنظومة ما استمتعت فيها بكل أمانة، وكنت دائما أطلع وأقول برشلونة حزين، برشلونة ممل، برشلونة، لأنك تشوف مباراة وتشوف ميسي يطوف اثنين ثلاث يسجل، تشوف سواريز يجتهد، تشوف يعني أنت تشوف إن التيكي تاكا ما ماتت، ممكن ترجع بكل تأكيد، ممكن ترجع بكل أمانة. لاعبين اللاماسية جواهر بمعنى الكلمة، هل قمت أشوفهم مع تشافي، قمت أشوف اللاعبين الصغار عبد الصمد المغربي، واليوم نبارك له اليوم تم استدعاء لمنتخب المغرب، غافي واحد أبرز المواهب اليوم. المنظومة هذه أنت تخيل أنها غايبة عنها لاعبين يمكن هم الأفضل في العالم للشباب، وتم اختيار بيدري واحد منهم وبالإضافة لأنسو فاتي، فأنت تخيل هذه المنظومة الممتعة اللي قاعد يقدمها على الأقل في آخر مباراتين، أمانة يعني 180 دقيقة ممتعة، حتى حق اللي ما يحب برشلونة خلي يرجع يشوف مباراتهم أول أمس بالليل والأسبوع اللي طاف. هل تشافي يعني محق بالغضب من نتيجة التعادل مع إشبيلية؟ طبعا لازم كل مدرب يعني يكون عنده العقلية الانتصارية، المدرب لازم يسعى للفوز، لكن لازم نتكلم عن شغلة، أن اليوم برشلونة في مرحلة انتقالية، برشلونة ما هو برشلونة اللي متعود على تحقيق البطولات تحقيق الألقاب، لازم إحنا نحط في عين الاعتبار أن أول شيء محتاج له وقت، أن اليوم اللاعبين الشباب والصغار لا يحطون عليهم ضغط زيادة عن اللزوم، هم فعلا مبدعين في الوقت الحالي، لكن هم ما وصلوا الليفل النضج، ولا وصلوا الليفل ان انا اعول على اللاعب هذا يحقق البطولات. انا اليوم لازم احط في عين الاعتبار المشاكل الماليه اللي يمر فيها برشلونه، احط في عين الاعتبار ان اللاعبين محتاجين وقت، ان تشافي اليوم ما يمدي يطبق افكاره. يعني مثلا نتكلم عن عده مدربين يصرحون ان المدرب لما يجي بنص الموسم يعني هو اول شيء في مشكله انه ما يمدي يطبق افكاره، ما يمدي انه هو يحط يعني رؤيته حق سوق الانتقالات. بس فانت اليوم على الاقل بس توصل الفريق الى دوري الابطال
اعتبره يعني انجاز كبير لتشافي. انا عندي فاصل بس قبل لا اخذ الفاصل ابي منكم كلمه، هل التيكي تاكا ممكن تعود لبرشلونه ولا ان هي كانت يعني مقرونه بلاعبين معينين مثل نيستا وتشافي بوسكيت وميسي؟ هي ممكن تلعب بالطريقه هذه لكن لا يمكن ان يوصلون للجوده اللي كانت موجوده في السابق. ممكن ولا مو ممكن؟ ممكن ممكن تعود. ممكن تعود. روح الفاصل ونعود. ايس هاردوير ناو ان بوليفارد. ايس هاردوير الان في البوليفارد. مستمرين معكم في برنامج بلنتي، للتواصل معنا وللأخوة المستمعين الاتصال على رقم 22-20-90-4 معنا في الاستوديو الكابتن عبد العزيز الكوت وأخونا العزيز الناقد الكروي مالك عدنان. طيب نشوف إن في غياب ديباي وفاتي ما استطاع برشلونة بقيادة ديمبلي أن يحقق خطورة، هل تشوفون أن ديمبلي غير قادر على قيادة المجموعة هجوميا؟ هي مشكلة ديمبلي كثرة الإصابات، يعني اللاعب كل ما تحطه براسك أنه أوكي نعتمد عليه ياخذ وقت يرد يتعور ثاني مرة، فأشوف أن الموضوع صعب. يجدد عقده ولا ما يجدد؟ أعتقد في آخر كم يوم قمت أحس أنه راح يجدد عقده. مشكلة ديمبلي الكبيرة هي عقليته. شنو اللي يخليك تحس أنه بيجدد عقده؟ أحس أنه استقر مع تشافي، أحس تشافي عرف يطلع ما في ديمبلي. ديمبلي في مستوى في آخر مباراة مبارتين تشعر أنه كأنه هو اللاعب الكبير بالفريق اللي يأخذ يعطي حلول للفريق، لكن أنا دائما أرد وأقول مشكلة ديمبلي أنه لاعب جدا فنان لكن ما يعرف يستخدم مخه في الطريقة الصحيحة، فلذلك تشعر في بعض الأحيان أنه هو يلعب بروحه بالفريق، ما يعرف يلعب مع المجموعة، ما يعرف متى. حتى في السنة اللي طافت هو صرح وقال ميسي دائما يزفني ويقول لي انت تتعبني كلاعب. لما ميسي كان يلعب ويا ديمبلي حتى تشرب عيالك يسوي له اهدى، يسوي له وقف، يسوي له رجع بالكره. ديمبلي ما عنده قراءه لكره القدم. وتشافي امس قال افضل نقطه امس في المؤتمر الصحفي او اول امس بعد المباراه، قال افضل نقطه، قالوا له هل مشكلتك انك الفريق اضاء هجمات عشان كذي انت ضايع؟ قال لا، انا مشكلتي في اتخاذ القرارات. وكان يقصد ديمبلي وعبد الصمد اثنينهم في كثير من الأحيان اللي أنت الفريق قاعد يصعد يأدون مهارة فردية وتنقطع. أعتقد مرتين أو ثلاثة من صوب عبد الصمد ومرتين من ديمبلي، وفي واحدة من صوب عبد الصمد كان يم تشافي اللي دخل أعتقد حطريله في الملعب وصارخ على عبد الصمد. فمشكلة اتخاذ القرار للاعب هي مشكلة صعبة جدا، ولذلك في لاعبين عديدين فعلا مهاريين اليوم شفناهم طلعوا في كرة القدم لكن ما برزوا وايد بسبب اتخاذهم. على طاري عقلية ديمبلي، ديمبلي أعتقد في مرة من المرات غاب عن تدريبات برشلونة كان يلعب سوني وكان نايم، يعني بعد سوني ومستمتع ومركز ويمكن فايز واصل نهائي او شيء خلنا يلعب يعني ليش. طيب تشافي اكثر لاعب تم خصم من باتما ما عنده مشكله. لا طبعا هذه مشكله وهذه راح نتكلم فيها بعد شوي. تشافي يحاول تقديم وجوه شابه مع الحفاظ على العمود الفقري المتمثل ببيكي وبوسكيتس والبا، هل هناك تطور في اداء برشلونه مع تشافي قياسا بادائه مع كومان؟ هي يعني مبدئيا سبعة تشافي في برشلونة معروفة، يعني هو أسطورة للنادي عكس كومان. كومان يمكن من بداية دخول النادي برشلونة إلى نهايته الجمهور واللاعبين تحسهم أنه مو متقبلينه، وهو عقليته عقلية عسكري، بينما تشافي أسطورة للنادي وقريب من النادي مثل ما ذكر أخوي عبد العزيز عن أنه تشافي قدر يحتوي الشباب، أو كذلك يعني علاقته مع ديمبلي تطورت مع وضع في عين الاعتبار أنهم يعني بيظهرون بالشكل الأفضل، يعني هو انتقادهم انتقاد بناء بحيث أن اللاعبين يظهرون بشكل أفضل. نعم نذكر أن الليغا راح تستأنف مطلع يناير وراح يختبر ريال مدريد نفسه أمام ختافي. خلونا نعرض المباريات، مباريات الجولة القادمة للدوري قبل لا نغلق ملف الدوري الأسباني وندخل على أوكي مباريات الجولة القادمة. 2-1 ختافي ريال مدريد، أتلتيكو مدريد رايو فاليكانو، مايوركا برشلونة، فيا ريال ليفانتي. هذه أهم المباريات اللي راح تلعب في 2 يناير أو في مطلع هذه السنة السنة القادمة. أيضا خلونا نطلع وناخذ فلاش لبطولة الدوري الإنجليزي.
أكمل الألماني الدولي تير شتيغن حارس برشلونة أمام إشبيليا مباراته 300 مع الفريق الكتالوني، وهو الرقم الذي تمنى أن يزداد في السنوات المقبلة. وأوضح شتيغن في التصريحات لوسائل إعلام النادي: لقد أمضيت سنوات عديدة هنا وأنا سعيد للغاية بوصولي للمباراة رقم 300، أتمنى أن يكون هناك المزيد. وتلقت شباك صاحب شتيغن نفس عدد مبارياته مع البرسا، أي أنه على مدار مواسمه السبعة الأخيرة تلقى هدفا في كل مباراة. أكدت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن اللاعب فيران توريس نجم مانشستر سيتي قد اقترب من الانتقال إلى صفوف برشلونة خلال ميركاتو الشتوي المقبل. وزعمت العديد من التقارير في الأسابيع الأخيرة أن تشافي هرنانديز مدرب برشلونة يضع توريس كخيار أول لدعم الهجوم الكتالوني في الشتاء. ووفقاً للصحيفة فإن الاتفاق تم بالفعل بين برشلونة ومانشستر سيتي، ولا يفصل انتقال اللاعب إلى الكامب نو سوى الإعلان الرسمي عن الصفقة. فاتي فاتي أضرب فاتي قوية، هنا محاولة، هنا كرة عرضية اتجاه باتسون إلى فاتي والثاني، فاتي والثاني يحاول مريعاتي ثم كرة قوية صاروخ إلى مينامينو، جوتا قوية ضربة 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 مينامينو مينامينو فلنتي. بالأمس اكتمل عقد المتأهلين لنصف نهائي كأس رابطة المحترفين بالدوري الإنجليزي، وذلك بتأهل كل من أرسنال وليفربول وتشيلسي وتوتنهام، حيث أسفرت مواجهات الدور ربع النهائي أمس وأول أمس على النحو التالي. خلونا نشوف نتائج. أرسنال انتصر 5-1 على سندرلاند، ليفربول 3-3 كان متعادل وفاز بركلات الترجيح 5-4، برينتفورد خسر من تشيلسي 2-0، توتنهام حقق الفوز وانتصر 2-1 على ويست هام. شلون شفتوا دور الثمانية؟ دوري الأبطال. طيب، يلتقي في دور نصف النهائي أرسنال مع ليفربول وتوتنهام مع تشيلسي. مثل ما أنتم شايفين، تعرفون ملعب منه أول شيء؟ لأن هي ذهاب وياب راح تكون مباراة أرسنال، أول شيء راح تكون في ملعب أرسنال، والياب راح يكون في ملعب ليفربول. نعم، واضح أن موضوع كوفيد 19 قاعد يأثر على الفرق وغيابات كثيرة. إيش رأيكم بقرار الأندية مواصلة اللعب رغم تفشي الجائحة؟ ومن المتضرر الأكبر، هل الأندية صغيرة أم الكبيرة؟ طبعا هو مؤثر بعد حتى على الفانتسي عندي، يعني أنا آخر جولتين طحت، يعني كان مركزي 700,000 صار 1,300,000. زين الحين شو؟ خلاص. أنا من الأندية الصغيرة اللي تضرروا. أنت من الأندية الصغيرة، أنت شو تشوف؟ أنا أشوف أن الأندية الصغيرة هي المستفيدة بكل تأكيد. اليوم أنت لما تتكلم على الأندية الكبيرة، أنا باعتقادي الأندية المستقرة اللي يعني قاعد تنافس هي اللي راح تتأثر أكثر. يعني اليوم لما تتكلم على التوب فورة وهذيل هم الأكثر بس تأثراً. ممكن واحد يرد عليك يقول لك الأندية الكبيرة تملك الملاءة المالية وعندها سكواد أكبر، يعني عناصر أكبر وعمق أكبر، فبالتالي هي اللي المفروض قادرة على تحمل هذه المواقف واستمرار الدوري، لأن هي عندها صف بديل. باستثناء السيتي، ما أعتقد في فريق قادر إنه يعوض الصف الثاني لليفربول أو تشيلسي أو حتى توتنهام، مع يونايتد ما أعتقد أنها فرق تستطيع أنها تستفيد من الدكة عندها بقوة السيتي. لكن أنا أعتقد اليوم أنت كفريق مستقر وماشي بنفس التشكيلة وماشي بنفس الرتم العالي، اليوم مرة واحدة تتزعزع، ففرصة للفرق خاصة الفرق اللي تحت، الفرق اللي تنافس على الهبوط اليوم، أنها تستفيد من هذه الأحداث، لأن هي فريقها الأساسي مو قادرة تحقق فوز، مو قادرة تسوي شيء. أنا أرد عليك وأقول لك ليفربول أمس بتشكيلة غاب عنها معظم الأساسيين، لكن نجح بتخطي ليستر، وليستر لعب بتشكيلة تقريبا الأساسية بركلات الترجيح بعد تعادل مثير 3-3. هل كلوب لا يعير الكأس أهمية قصوى لما يقرر يلعب بالبدلاء؟ طبعا هي في نظرية أن كلوب يعني ما يعير اهتمام للكأس، حتى مؤتمر الصحفي دز حتى مؤتمر صحفي داز ليندرز، ولما يسألونه يقول أنه والله بعطيه فرصة وهو مظلوم، إذا أعطيته فرصة بالأبطال. نعم. ففي مشكلة يعني بالكؤوس هذه، يعني يمكن شفنا ليفربول والإصرار اللي كان موجود من اللاعبين، يمكن شوف أبيك تلاحظ أمس بعد الهدف الأول لليفربول اللي هو تقليص الفارق من 2-0 ل 2-1، على طول اللاعبين راحوا خذوا الكرة واتجهوا إلى السنتر. نعم. نفس الشيء مع الجول الثاني ونفس الشيء مع الجول الثالث. نعم. فالرغبة كانت موجودة من اللاعبين في تحقيق الانتصار. أنا وجهة نظري أن الأندية لما تقترب
من تحقيق البطولة أعتقد أنهم يدفعون في الصف الأول ويحاولون أنه يحقق البطولة. ما لعب بالصف الأول. لا أعتقد في نصف النهائي يعني. أي صار أوكي. نصف النهائي ضد أرسنال. ممكن. أعتقد بنشوف عناصر أساسية محاولة أن يحقق البطولة. يمكن أعتقد أغلب المدربين يجملون مثل الحارس الاحتياطي. أنا أشوف أنا شوي أختلف معاك. أنا أشوف يعتمد على جدول مباريات الدوري وضغط المباريات خصوصاً اللعبة الأولى. هم يعني نصف النهائي يحطونه يعني في أوقات يعني بينهم أسبوع ويأجلون مباريات الدوري. فأعتقد أن هذا ممكن. أنا أتوقع أن في الوضع الحالي مع الكوفيد وفي تأجيل مباريات راح يكون نصف النهائي بالنص مع مباريات كثيرة. أبو سعيد شفنا فيرمينو أمس يلعب أساسي. بس هل تشوف أن فيرمينو خسر مكانه كلاعب أساسي وجوتا هو الحين اللاعب الأساسي؟ أكيد، وهذا ما يصنع كلوب المنافسة دائما، وأنه يعطي فرصة للاعب حتى يمسك مكانه. جوتا من الموسم اللي طاف من أول قدومه كان يسجل، ولكن كان فيرمينو ثابت نفسه في التشكيلة. ولكن مع استمرار جوتا وإصرار جوتا على أخذ مكان فيرمينو بكل تأكيد في هذا الموسم خاصة، هو ثاني هداف الفريق، ثاني هداف البريمير ليج، من أفضل اللاعبين اللي يقدمون حتى على مستوى المباريات على مستوى التحولات، وكأنه فهم المتطلب من دوره. وبالإضافة لذلك عنده شراسة هجومية عالية خاصة بالنسبة للكرات العالية، الاحتكاكات الثنائية لما تشوفه ما تشعر أنه عنده هذه الميزة. ولكن أمانة جوتا من أميز اللاعبين في هذا الشيء وما يقدمه. أنا أشوف أنهم لاعبين مختلفين في مباريات. أعتقد يعني تعتمد على المباراة. تعتمد على المباراة نفسها. يعني في مباريات أنت محتاج إلى جوتا، لأن جوتا من أنصاف الفرص يسجل، عكس فيرمينو. فيرمينو مثل المباريات اللي ضد السيتي أو ضد مانشستر يونايتد، مانشستر يونايتد ترى ماني كان دكة ولعبوا جوتا وفيرمينو. فاليوم أعتقد أن كلوب تعتمد على قراءة المباراة، لكن في عناصر ثابتة، نفس صلاح، نفس فان دايك، نفس تياغو، نفس فابينو، هالثنائية اللي مشكلين يعني ثنائية خطيرة. على طريقة تياغو فابينو، إحنا نشوف في غياب تياغو فابينو وسط ليفربول يعاني دائما. هل كيتا بعيد عن مستوى فابينو تياغو؟ اعتقد خصائص كيتا مختلفة عن تياغو وفابينو. كيتا ممكن يعني كلاعب بوكس تو بوكس، كلاعب رقم 8 يبدع بشكل كبير، عكس فابينو وتياغو انهم قادرين يلعبون في مركز رقم 6 ويبدعون فيه، وان يقدرون يسوون كفرنج للدفاع. اما كيتا هو مميز في قراءة اللعب، مميز في صناعة الفرص، لكن من ناحية الأدوار الدفاعية أعتقد أن خصائصها مختلفة عن. أنا أتوقع أن شوف هذا الكثير من الليفربولية يتكلمون في هذا الموضوع، أن تياغو لاعب ينقل الكرة ويكسر الخطوط عن طريق التمرير الطولي العمودي. أيضا كيتا من اللاعبين اللي يخترق لكن بالكرة، هو بول كارير، يعني لاعب يأخذ الكرة ويخترق، يحمل ويصل إلى مناطق عالية وبعدها يقوم بالونتول ونثري أو بالتمرير القاتل، حتى عنده خطورة أكبر عن طريق التسديد. فالأثنين لاعبين مميزين، لكن المشكلة الأساسية من وجهة نظري هي في غياب فابينيو. لحد الآن ما في لاعب يعوض فابينيو. بسعيد نشوف ليستر مع روجرز قدم أفضل نسخة، هل ممكن يقدم روجرز أكثر؟ هل نشوف أنه هو قابل للتطور مع ليستر؟ قابل للتطور نعم، ولكن إلى أين يبي يصل روجرز مع هذه التشكيلة؟ هل يبي يعيد ليستر خنقور رانيري وهو شيء جدا صعب؟ فأعتقد أن ما يفعله روجرز حاليا مع ليستر هو أقصى طموح لنادي مثل نادي ليستر. لما نكون واقعيين ونشوف حاليا خاصة مستوى الفرق في الدوري الإنجليزي، مستوى ليفربول، مستوى السيتي، تشيلسي، حتى محاولة عودة اليونايتد، توتنهام اليوم مع كونتي، أرسنال باستقراره مع أرتيتا، فلذلك يجب أن يكون واقعي اليوم. الطموح لليستر منافسة على مركز رابع، مؤهل لدوري الأبطال أو الاكتفاء حتى في الدوري الأوروبي، هو حق مشروع لهم، وبكل تأكيد سيكون هناك طموح أكبر. ولكن في ظل اليوم الفرق الكبيرة اللي موجودة أعتقد هذا يعني أقصى ما يطمح له ليستر. هذا تقريبا أسوأ موسم لليستر خلال آخر ثلاث مواسم. الموسم هذا بداية متذبذبة، فقد العمق، فقد العمق، باع لاعبين مهمين، ما قدر يشتري اللاعبين، فأكيد راح يقل. هو حاول يوقع مع سوماري كثير. مع داكا، ويحاول يعني مثلا فاردي كبير بالعمر تدريجيا يدخل داكا، كذلك سوماري كان لاعب مبدع في الدوري الفرنسي. ما يروح علينا الوقت، لازم نتكلم عن أرسنال. أرسنال بعد بداية موسم معقدة حاليا يمر بانتعاشة. الحديث اليوم عن خروج أوباميانغ من حسابات أرتيتا، هل تتفقون مع هذا الخروج؟ هل تشوفون أنه خلاص انتهى؟ أتفق وبشدة مع خروج أوباميانغ. إذا بنتكلم كلاعب، لاعب مو ملتزم، لاعب يعني بالانضباط عنده مشكلة، ما يصلح أنه يكون قائد. أنا انصدمت. بس كمستوى؟ هو كمستوى يعني حتى مستوى نازل. نعم هو عنده الإمكانية، لكن كمستوى مستوى نازل. زين عندهم لاعب بديل؟
هل تشوف فيه احد يقدر يعوض اوباميانغ؟ هم مبدئيا يعني لاكازيت مقدم مستوى ممتاز مبدئيا ايه. لكن يعني حتى الصغار يحرجون الكبار في اداء. نيكيتيا تو سجل 3 أهداف هاتريك بالضبط واكثر من لاعب قادر انه يسد. انا باعتقادي ان اوباميانغ اساسا هو عطى ارتيتا هديه بالمشاكل اللي اخيرا سواها. انا دائما اقول اللاعب الكبير اذا ما كان في مستواه هو عالي على الفريق وليس العكس. اللاعب الصغير تقدر تقعده دكه، تقدر تكلمه، تقدر تحل مشاكله، الضغوط اللي تقدر تخففها عليه. اما اللاعب الكبير لما يكون عالي على المدرب هني اكبر وهجه للمدرب، هي تقريبا تخلص منه، هي افضل مشاكل بالضبط، فهو افضل طريقه اني اتخلص منه. وذكرني مثل ما سوى جوارديولا سابقا مع رونالدينو مع ايتو، الخطوه هذه صعب انه يسويها اي مدرب. هذه تبين ايضا هذا اختبار المدرب وقراراته وجرأته في التعامل معه. بالضبط، ففرصه كبيره لارتيتا واعتقد انه استغلها. خلونا مع اجواء انديه لندن، وعندنا نادي لندني راح نتكلم فيه لكن بعد الفاصل. Ace Hardware now in Boulevard. Ace Hardware الآن في البوليفارد. فلنتي. تشيلسي بعد البداية القوية وسلسلة الشباك النظيفة بدأ يقدم مستويات متذبذبة مثل ما أنا توقعت. وين المشكلة؟ الفريق وين مشكلة الفريق؟ يعني هل الإصابات أم تعدد النجوم صعب الأمور على تخيل؟ أنت أول شيء شرح لي شنو توقعت. أنا ذكرت قبل أسبوعين ثلاثة أو أكثر بعد شوية شهر أن في شهر بعد 5 جولات راح يطيح تشيلسي. شو السبب؟ ذكرت أنه ما هو إذا رحنا على إحصائيات الأكس جي اللي هي الأهداف المتوقعة، عدد الفرص المخلوقة وقيمتها وجودتها مع عدد الفرص اللي قاعد تخلق عليك، كان هناك فارق بين تشيلسي وبين السيتي وليفربول. ليفربول والسيتي كانوا متفوقين بشكل أعلى، ولكن تشيلسي الظروف قاعد تسمح له، قاعد يسجل من أهداف من أنصاف فرص، قاعد الظهير يسجل، قلب الدفاع يسجل، ما المهاجمين ما قاعد يسجلون كثير من الأهداف. هي وصلت مرحلة أن 40% من الأهداف الظهير هداف الفريق هو ريس جيمس. مو من المنطقي أن فريق يحاول ينافس أن الهداف يكون ظهير. هل غياب لوكاكو عادل؟ لا أنا ما أشوف ولا لا. لوكاكو نزل مستوى وهذه الأرقام كانت نازلة بوجود لوكاكو. بوجود لوكاكو كان يمر بفترة صعبة، الإصابة خففت الضغط عليه، وأيضا تفوق مندي على نفسه كان يشيل كرات ما تنشال. قلنا أنه من بداية مستحيل أن حارس مرمى راح يستمر من بداية الموسم لنهاية الموسم يشيل لك أهداف ما تنشال. على سبيل المثال مستحيل حارس مرمى بعشر بلنتيات بيشيل لك 10 بلنتيات، ممكن يشيل لك بلنتيين ثلاثة، ممكن يشيلك في 3-4 مباريات في فترة معينة، لكن مستحيل يشيلك في 38 مباراة. نعم راح يقدم مستوى جيد ولكن ما راح يستمر، وإذا ما استمر بنفس المستوى راح ينزل المستوى، راح يقل بالمقارنة بليفربول والسيتي. ممكن أعتقد عقب تحليل عادل ما نقدر نقول شيء. ممكن أنا عندي رأي مخالف العادل. أنا ممكن أشوف أن المدرب يعني من بداية الموسم لمسته كانت واضحة، ممكن نقول تنوع في الحلول، من خلال تنوع في الحلول مثلا الموسم الماضي حقق الأبطال، الموسم هذا يعني يقدر انه يكون من ضمن فرق الصداره. لكن الاصابات اللي يعني هو طاح وبدا يخسر النقاط قبل الاصابات. اي بس يعني مثلا شوف مباراه ولفرهامبتون كان في اصابات نادي تشيلسي وما تشكل موضوع كورونا. حتى يورجن كلوب تكلم فيها. نعم صحيح، يعني حتى كلوب حط العذر التخى في المباراه هذه. لكن اعتقد يعني مثلا بتكلم عن عمق السكواد، وايد ناس تكلمون عن عمق سكواد تشيلسي ممتاز، لكن احنا خلنا ناخذ نظرة عليها. يعني هل لوفتوس جيك لاعب مناسب لتشيلسي أو لاعب قادر نغير نتيجة؟ روس باركلي، ساول الكل راهن عليه وقالوا متعدد المراكز، هل هو قادر يجاري سرعة الدوري؟ هل المطلوب أنه يكون عنده 20 لاعب كلهم نجوم سوبر ستار علشان أقول هو قادر على هذا؟ ما ليفربول عنده نقص وقاعد يخلق فرص أكثر وقاعد طبعًا يدافع بشكل أفضل. طبعا يعني تقريبا تشكيلة ليفربول أمس لعبوا ضد تشكيلة أساسية بالليستر. أما ليفربول يعني وايد لاعبين الأكاديمية، وايد لاعبين صغار في العمر، مينامينو أصلاً مو يعني ما يعتبر حتى صف ثاني في ليفربول. يعني طيب تشوف في لاعبين مظلومين في تشيلسي؟ لاعبين مظلومين في تشيلسي ممكن زياش؟ أعتقد زياش، لأن زياش يعني أشوف إنه في انتقادات كبيرة عليه من الجماهير وكثير من الناس طبون في بيعه، لكن أنا أعتقد إنه لاعب ممكن يشكل إضافة. ترى زياش ما راح يستدعى للمنتخب المغربي، طلعت تشكيلة منتخب المغربي. بصراحة قرار صادم بالنسبة لي،
واعتقد ان بس فرصه لين يثبت نفسه في صحيح تشلسي. صحيح هي فرصه انه يثبت نفسه في نادي تشلسي ويرد على مدرب المغرب، لكن مثل ما يقولون يعني طلعوا كلام انه والله المدرب يشوف ان اللاعب يسبب تقسيمه ما بين اللاعبين، ممكن اللاعب يشوف نفسه اعلى من اللاعبين البقيه كون انه يلعب يعني النادي من اكبر الانديه في العالم حاليا. توتنهام مع كونتي شلون تشوفه؟ جميل ترى توتنهام مع كونتي للحين احنا بلندن ها للحين ما طلعنا من لندن اجواء حلوه ومارينا وبلندن ورايحين لندن هم ننقل حلقه امانه كونتي عمل جبار جدا. باختصار شخصيه كونتي قاعد تشوفها باللاعبين، هذه ميزه موجوده في كونتي يمكن مو موجوده في اي مدرب في العالم، ان الشخصيه وانتقال شخصيته مع اللاعبين في ارتباط يعني وحتى مع الجماهير، شفت تفاعل كونتي مع جماهيره، فهذا الشيء اللي كان مفقود بسابق. حتى هاري كين تشوفه أشرس، سون تشوفه أشرس، الفريق ككل تشوفه شرس، هذه نقطة جدا مفقودة في توتنهام بالفترة الأولى، اليوم قاعد أشوفها مع كونتي. فكونتي حقق أول شيء يبي أنه حقق الشراسة، بعدها عاد الأمور التكتيكية اللي أنا واثق أن كونتي يستطيع أن يصل الى القمه اللي هو يبيها، ولكن يحتاج الى وقت، يحتاج الى سوق انتقالات. هو الحين بدا شكل توتنهام يوضح بشكل طبعا كونتي يعتمد بشكل كبير على رفع لياقه اللاعبين. كونتي من المدربين اللي ما هو سهل. انا هذه عندي الموضوع اوفر ريتد، كل اللاعبين كل الفرق بالدوري الانجليزي لياقتهم عاليه، كل الفرق بالدوريات الكبيره هذه عندهم مدربين لياقه من اعلى مستوى. بس خلينا نقول عن روح على كين، هل تشوف أن كين تجاوز المرحلة البداية والمشكلة اللي مر فيها وعدم انتقاله للسيتي والأزمة النفسية اللي مر فيها؟ شوف احنا يعني ما شفنا عدد مباريات كبير ان نحكم عليه صراحة، يعني احنا شفنا مباريات اللي تأجلت نادي توتنهام، لكن مبدئيا هل الراحة فادتهم؟ الراحة فادتهم اكيد الراحة فادتهم، لكن مبدئيا لما نشوف مباراته مع ليفربول ومباراته أمس، يعني هاري كين ظهر بشكل أفضل يعني مما هو عليه في بداية الموسم، يعني ممكن أن يدعي. بس شوف موضوع أن استفادوا يعني من فترة التوقف هي كثرة مباريات، بنفس الوقت مدرب جديد، فأعتقد أنه بشكل غير مباشر استفادوا. من الأربعة اللي تأهلوا إلى الدور قبل النهائي، منو منهم راح يتأهل للشامبيونز ليج مع السيتي؟ من الأربعة أرسنال، تشيلسي، توتنهام. تقصد من يأخذ الكأس؟ لا، من راح يتأهل للشامبيونز ليج مع بالدوري خلال الدوري؟ ليه؟ انا اعتقد ليفربول وتشيلسي موجودين مع السيتي، وراح تكون منافسه كبيره على المركز الرابع. ممكن كونتي توتنهام يعطيني شكل مبدئي انه هو راح يكون بالمركز الرابع. ايش عندك؟ ليفربول تشيلسي السيتي ثابتين، ايه؟ لكن الرابع صراحه يونايتد توتنهام. عطنا لا 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 تنحاش من السؤال، عطني عشان بروح فلاش حق الدوري الفرنسي. بقول لك توتنهام. توتنهام توتنهام من توتنهام للدوري الفرنسي. هلا ايه انا بقول بعدين الرابع. لا لا انت قول لنا عشان بعدين. لا تقول انا دوري انجليزي فلاش دوري فرنسي. اي اهداف الدوري الفرنسي ليغ 1 بونسوار. الدوري الفرنسي فرصه 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 يا الله يا أصحاب الدار. لدينا العرضية المرسلة، خطير المحاولة، الله جول للفريق الباريسي. بلنتي باريس بشق الأنفس تعادل مع لوريا، والحدث الأهم بالمواجهة كالعادة طرد راموس. عادات راموس ما تتغير. هل راموس إضافة فعلية لباريس؟ شوف عادل، أنا لما شفت راموس انطرد هني تأكدت أنه ولاء الباريس. شلون؟ هذا أكبر مؤشر الطرد، يعني سحب على مدريد؟ شوف هو إذا حطه من رقم القياسي سحب على مدريد. أوف، لا رقم قياسي طرد يعني؟ مع ريال مدريد. فيعني الطرد هذا بداية أنه بدأ يدخل بالضبط. شلون الحين احنا راموس اكيد من المدافعين التاريخيين ومن افضل المدافعين بتاريخ، لكن في حلقه مفقوده اليوم. شلون لاعب من افضل المدافعين بالتاريخ وهو من اكثر اللاعبين ينطرد؟ يعني عاده غالبا المدافعين المميزين يقرون المساحه بشكل جيد، قراراتهم ما تخطئ بشكل كبير، فما يتعرض للانذارات بشكل كبير، ما ينطرد كثير.
أنا أعتقد ينعكس على شخصية راموس. راموس من اللاعبين الانفعاليين جدا، وهذا اللي دائما يسبب له الطرد. راموس عادي في شفناه في لقطات كثيرة قبل مواجهاته مع ميسي، والضرب اللي يصير والطق ما يرضى على نفسه، ما يرضى على نفسه، ما يرضى على فريقه، ما يرضى على زملائه، ما يرضى على لما تشوفه خسران. راموس من اللاعبين اللي مستحيل يرضى بالخسارة، مستحيل يرضى بهدف يدش مرمى، فلذلك تشوفه دائما متنشن في المباريات اللي خسر، وتشعر في أي دقيقة بينطرد. وأمس يمكن كرتين صفر في خلال خمس دقائق أو دقيقتين على طريقة وصدق المباراة كانت شادة، المباراة أصبح فيها شد. راموس بدأ يأخذ دور هجومي أكثر، فيعني واضح. أنا أول ما خسرت أصفر قلت رح ينطرد، وبعدها بس ما توقعت بالسرعة على طريقة ميسي. تلوم راموس إنه يطق ميسي كل مباراة يطوفه وي... ما لومه صراحة يعني طبيعي. زين ميسي يعاني في 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 باريس من أي ناحية يعاني؟ يعني ما هو مستوى اللي كان فيه؟ هو ترى عندك محامي ميسي موجود هنا، بنشوف الحين. لا شوف، اول شيء ميسي يعاني فقط على المستوى التهديفي باعتقادي الشخصي، على المستوى التهديفي حتى ميسي صناعة اهداف ما صنع كثير. صناعه الاهداف اليوم لو ترجع على مستوى صناعه الاهداف، ميسي المفروض واصل الى 13 صناعه. ميسي في لا عادل في كل مباراه يعطي انفرادين الى ثلاث انفرادات، ولكن الاسيست اليوم مو بيدك. اليوم في نهاية بالنهاية في يا مبابي يا نيمار يا دي ماريا، هم اللي قاعد يوصلون بالكرة الأخيرة، فما قاعدين يتوفقون فيها بشكل غريب، بشكل غريب جدا. مع أنه وللعلم ميسي عنده أربع صناعات، في واحدة من المباريات عنده ثلاث مباريات، يعني ثلاث كرات صنعها وتسجلها، فبقية المباراة تخيل أن ميسي ما عنده أي صناعة. فأنا باعتقادي الشخصي ميسي يعني تجاوز مرحلة أنه يعاني من باريس. ميسي في آخر ثلاث مباريات تقريبا كانوا في واحدة في دوري الأبطال، ثنتين على مستوى الدوري، ماخذ أعلى ريت في الدوري الفرنسي، ماخذ أعلى تقييم حتى مباراة أمس، قدم مباراة جدا رائعة. عنده مشكلة كبيرة مع أنا بوجه لك السؤال، أكلمك عن تشكيلة باريس قبل الصفقات اللي كانت بالصيف، هل كانت تمتلك الجودة الكافية أن تحقق دوري الأبطال؟ ما حقق الدوري، ما حقق الدوري، شو بتحقق دوري الأبطال؟ لا لا شوف شوف، الظروف في الشامبيونز ليج ممكن تخدمك تحقق دوري الأبطال. البطولات الكؤوس مو بالضرورة تملك تشكيلة مميزة أنك تحقق الشامبيونز ليج. شفنا ليفربول في 2005 حقق الشامبيونز ليج وتشكيلته أقل، شفنا موناكو يصل نهائي الشامبيونز ليج وبورتو يحققها، شفنا تشيلسي 2012 مع دي ماتيو مع مدرب أقل مستوى وعناصر كانت ايجينج يعني كبيرة بالعمر وحقق الشامبيونز ليج. فبالنهاية الشامبيونز ليج ما هو معيار. التساؤل هل هي الإضافات كانت من أجل تحقيق دوري الأبطال، أو تحس أنها إضافات تسويقية، أولا تحس أن الإضافات في استشارة للمدرب؟ في لا لا ما أتوقع، أتوقع أن الأثنين، بس علشان أنا أتوقع حق بالجانبين، في أمر تسويقي وأيضا في جانب آخر أنهم يريدون يحققون دوري الأبطال، وهذا يعتمد على طريقة تفكيرهم. أبيك تلاحظ عادل، أول ما يعني أعلنوا عن الصفقات تكلموا أن بوتشيتينو ما له أي عذر أنه ما يحق جميع البطولات. طيب علشان ما نتأخر، بس أوفسايد، ها فلاش أوفسايد، خلونا نأخذ فلاش أوفسايد. أوفسايد. طيب بالأمس كان في حديث للمدرب التونسي نبيل معلول بمناسبة تتويج فريق نادي الكويت بطلا لكأس الأمير، والكلام اللي قاله وتسلل للعقول أنه وضع الكرة الكويتية من قبل الإيقاف إلى اليوم وهو على حاله، الدول المحيطة تطورت وإحنا لازلنا في مكاننا، اللاعب الكويتي دلوع ولا يحب التمرين، وإذا تمرن يكون على مزاجه. شنو تشعر وأنت تسمع هالكلام من مدرب الأزرق سابقا؟ كلام واقعي، وهو أخبر لأن عاش مع منتخب واليوم يعيش مع نادي في غرف ملابس، وأنا شخصيا عشت مع لاعبين في غرفة الملابس. اليوم صعب جدا أنك تقنع اللاعب الكويتي أو تقنع أي شخص اليوم، أنت يا عادل أو مالك عيالك أو عيال أخوانك أو عيال أخواتك، أني بقنع اليوم أني يجي النادي. فمشكلة كنا نتكلم فيها من 30-40 سنة لغاية اليوم نتكلم فيها، ولا راح تنتهي لغاية ما يمكن ذكر نقطة مهمة وهو الكابتن نبيل معلول عن العقليات. العقليات ما تطورت، الكويت كانت في السابق هي أو في الصدارة، هي أفضل دولة بالخليج، هي أول من فاز بكأس آسيا، لكن استمرت العقول على نفس المكان ما تطورت. لابد أنك تجاري التطورات، لابد أن لا تقود الحركة الرياضية ولا تقاد الحركة الرياضية بعقلية الثمانينات
والتسعينات أو حتى السبعينات، لأن حتى لو حققت إنجازات بذاك الفترة ما راح تحقق نفس الإنجازات بنفس العوامل بنفس الظروف بنفس الطريقة. اليوم لابد أن هناك للأسف أن احنا نشوف الرياضة هنا هواية، ما نشوف أنه شيء رئيسي أو شيء مهم. في دول تستثمر في الرياضة نفسها، في دول تخلق أجيال، لكن احنا نشوفها هواية. كذلك يعني العقلية اللي موجودة لحد الحين يعني مو عقلية يعني ممكن تطبق عليها الاحتراف. عقلتهم الأمر ذو شجون، يعني في يعني حط في قصة يعني. وأنت توك جاي من قطر بعد. هذا الموضوع. زادت القصة. التباين اللي موجودة. عموما عندنا فقرة اسمها yes or no، نعم أو لا، ما بدون تأليف. تجاوب نعم أو لا. عطنا فلاش. yes or no. بنزيما ظلم بعدم فوزه بالكرة الذهبية، مالك؟ لا لا تعرف ما يألفون هني ها. زين، مودريتش لا يمكن تعويضه في مدريد، عزيز يمكن تعويضه نعم أو لا؟ ما أدري شو أنا جاوب لا أو لا، بس يعني أنا يمكن تعويضه. بنزيما مودريتش لا يمكن تعويضه في ريال مدريد. نو يمكن تعويضه. لا يمكن تعويضه. لا ذات بابي شيء، أبي نعم أو لا. no. يا جماعة لا تجننوني. no. هازار سيعود هازارد 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 المدريدي سيعود لإنجلترا في الميركاتو الصيفي، مالك؟ لا نو no. تعجبني سريع حق الفيتو هنا. ميسي نادم على انتقاله لباريس. no. نعم. أوكي، ماركينيوس أفضل من راموس في الدفاع. لا no. في الدفاع. نو no. لا انا اقول نعم. اوكي لن يهزم الريال منو؟ باريس. باريس لن باريس لن يهزم الريال بالابطال. يس yes. نعم الريال راح يفوز. خالصه مدريد. خالصه مدريد. خالصه مدريد. خالصة. انا اخالفكم واقول ميسي قادر لها و... يا رب. في ختام حلقتنا اليوم إن شاء الله أنكم استمتعتوا وقدمنا لكم قيمة مضافة مع أخوي عبد العزيز الكوت وأيضا الكابتن مالك عدنان. تابعونا يوم الأحد إن شاء الله مع حلقة جديدة لبلنتي. فما الله.